جامعة القاهرة وقد أعلنت الرابعة مساء. الآن نشرة أخبار رأس الساعة من راديو مصر 88.7. يناير. وأوضح أن الرئاسة ستتبنى العديد من القضايا المهمة خلال الفترة المقبلة، من بينها قضايا التنمية في سيناء والصعيد وذوي الاحتياجات الخاصة ومحو الأمية، ودعم نصر القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني للمشاركة بكل قوة في هذه المشروعات. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور هشام كهربي رئيس المجلس على إحالة قانون تنظيم النقابات. وقوم نفذته طائرة أمريكية بدون طيار بمنطقة وزيرستان الشمالية. تلقى محمد كامل عمرو وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم من نظيره الأمريكي جون كيري. تناول الاتصال الإعداد الجاري للمؤتمر الدولي المعني بالتوصل إلى حل للأزمة السورية المقرر عقده الشهر القادم في جنيف. ختام أخبار الرابعة. الرئيس محمد مرسي يفتتح مؤتمر ومعرض مؤسسات المجتمع المدني التنموية والخدمية. الرئيس مرسي يعرب في كلمته عن